رجعنا سريعا ونبتدي دلوقتي معاكم اولى فقراتنا، لكن قبل ما نروح لاولى فقراتنا تعالوا نشوف مع بعض ابرز عناوين حلقتنا النهارده. الخطيب يطلب تقرير شامل من الجهاز الفني عن كل لاعب. اجتماع مهم في الاهلي يوم الخميس لبحث شؤون كره القدم. فحص طبي للسولية ومحمد هاني لتحديد امكانيه انضمامهم للمنتخب. 22 مليون جنيه مكاسب الأهلي من دوري أبطال أفريقيا. الأمن يوافق على زيادة عدد الجماهير في مباراة المنتخب أمام تونس. تريزيجيه يواصل تألقه في الدوري التركي ويقود قاسم باشا للمربع الذهبي. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي.